السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سولا قرية اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة دوبلكس مميزة جدا على بعد 5 دقايق بالظبط مشي للبحر وبجوار شارع رئيسي والخدمات العامة داخل القرية. عمارة مميزة جدا ومدخل ممتاز. شفنا بعض واجهة العمارة وعندي هنا موجود المدخل. موجود عندنا هنا أسانسير وحارس خاص للعقار. العرض بتاعنا في طابق السادس بالروف. عندي هنا دي شقة الجار، أسانسير شقة الجار التانية، ودي الشقة اللي فيها العرض. عندي هنا عدد الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا ريسبشن كبير ومربع، موجود في السلم الداخلي بيطلعنا للروف، متشطب كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وراقية وجميلة جدا. وعندنا هنا ده مطبخ أمريكاني. شغل مميز جدا ما شاء الله. ندخل نبص بعض على غرف النوم. عندي هنا دي صالة توزيع غرف النوم والحمام. على شمالنا هنا موجود الحمام. وعندي هنا موجود أول غرفة نوم. ممتازة جدا ما شاء الله، مشطبة كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وراقية وجميلة جدا. ديكورات عالية وذوق عالي. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها. ما شاء الله. جنب منها مباشرة عندي هنا موجود الغرفة التانية. متشطبة برضو كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد ألوان هادية وجميلة جدا. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها غير مجروحة ما شاء الله.
ده السلم الداخلي بيطلعنا للروف، وعندي هنا ريسبشن، عندي دي البلكونة ممتازة جدا وتراث رائع وجميل جدا ما شاء الله. بتشوفوا البحر بكل وضوح على شارع عرضه 12 متر وعلى بعد 5 دقايق بالظبط مشي للبحر. الريسبشن عندي هنا من زاوية تانية، ما شاء الله متشطب تشطيب ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا موجود الروف، موجود في حوض مطبخ، وعندي هنا موجود حمام تاني في الروف، وعندي هنا غرفة نوم في الروف، دي تالت غرفة نوم متشطبة برضه كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وراقية وجميلة جدا. ما شاء الله فيو ممتاز ورائع جدا. عندي هنا شواية وكنب من الطوب الفرعوني، قاعدة خاصة بالروف، ان شاء الله كده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة دوبلكس بالروف الطابق السادس بالروف، موجود اسانسير وحارس خاص للعقار، مسجلة في جمعية 6 اكتوبر القوات المسلحة وكاملة الاعدادات كهرباء ومياه، احنا عارفين بنستلم اخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للدوبلكس 200 متر، عبارة عن 100 متر تحت، موجود فيهم غرفة النوم وريسبشن كبير ومطبخ أمريكاني وحمام وطرق توزيع الغرف وبلكونة كبيرة وسلم داخلي بيطلعنا للروف، موجود برضو نفس المساحة وموجود فيها غرفة نوم وكنب وشواية من طول فرعوني وحمام ومطبخ أمريكاني. السعر 350,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 22,000 دولار. وكان مع حضراتكم من داخل مكان احمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك، تشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض فوق الممتاز، موقع مميز جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.